الإحسان هو بالنسبة لمن هو محتاج، فالله تعالى فتح لنا هذا الخير حتى نجعله بحول الله تعالى رحمة لنا ورحمة لأبنائنا وأمهاتنا وإخواننا، وأن يديم الله تعالى فيه الفضل علينا وعلى شعبنا وعلى ملكنا وعلى وطننا وعلى كل من له الحق علينا، سائلين الله تعالى أن يتقبل من كل محسن أحسن بوقته وماله وجهده، أن يجزيه به خير الجزاء في الدنيا والآخرة. كما كتشوفوا معنا هذا النشاط اللي نضمنه هو النسخة الرابعة، يعني كل عام كنديروا الكسوة، دابا الجميع عندها 11 عام، هذه النسخة العاشرة ديال الكسوة اللي كنمشيو فيها كنتقداو الأطفال ديالنا الكسوة ديالهم، كيمشيو يختاروها براسهم وكنجيو كنديروا واحد الحفل اللي كنتشاركوا مع هاد الوليدات هذا الفرحة ديال العيد، يعني كنديروا واحد مجموعة من الفقرات الترفيهية، الإنشاد، مسابقات، كنحاولوا حتى الأمهات نتقربوا معاهم، لأنه هاد العائلات اللي كيكونوا معنا هما عائلات اللي كاين العائلات القدام وكاين العائلات الجداد، العائلات اللي كنحاولوا دائما نكونوا قرب منهم وصلت وصل بيننا وبينهم، يعني كنحاولوا دائما شي حاجه تربط بيناتنا، وهذا الحفل هو كذلك واحد النوع ديال التقارب ما بيننا وما بين العائلات، يعني العائلات كيتلاقاو مع بعضياتهم كيتعرفوا على بعضياتهم اكثر، كذلك الوليدات ديالنا كيحسوا براسهم باللي هما عائله وحده، وحنا حتى حنا كنتقربوا معاهم ومنهم اكثر. الحفل ديال اليوم هو النسخة الرابعة، ولكن الحمد لله زعما كل عام كنحاولوا نتطوروا في هذا الجانب ديال هذا الحفل، وان شاء الله اليوم نكونوا عند حسن الظن ديالهم ونكونوا نقدموا لهم زعما واحد الجو اللي يكون زوين واللي يكون في المستوى ان شاء الله. تقريبا 121 كسوة الى 130 كسوة اللي كاينه كتكون مفرقه على حسب المناطق، يعني حنا الحمد لله كنشتغلوا على ماشي منطقه وحده، يعني في مراكش كاع المناطق سيدي يوسف في المدينه المسيره الخدمة ديالنا كتكون طبيعة الحال، لأن المحسنين كيتيقوا فينا ماشي كنجيو يعني العائلات ديالنا كنختاروهم، كتكون واحد المعاينة اللي كنمشيو عندهم ديورهم وكنعرفوهم واش بصح يستحقوا هذيك الكسوة ولا ماشي الكسوة بالضرورة، لأن حنا أي عائلة كتنخرط معنا كتشارك في جميع الأنشطة اللي كنقوموا بها، يا يعني إما قفة رمضان، كسوة العيد، الخروف ديال العيد الكبير، الدخول المدرسي، يعني كاع الأنشطة اللي كتقوم بها الجمعية هاد العائلات كيدخلوا يدخلوا لاباس دوني، يعني راه كيستافدوا معنا على طول العام في جميع الانشطه ديالنا. اليوم كما تتشوفوا حاضرين، راكم حاضرين معنا للحفل كسوه العيد اللي تيستافدوا منه الاطفال ديال العائلات المستفيده مع الجمعيه. العدد ديال الاطفال بطبيعه الحال تيتغير كل سنه، وهذه السنه الاطفال اللي كاينين تقريبا 130 طفل، فيهم اطفال اللي غادي يستافدوا هنايا في مراكش، وكاينين اطفال وخاصه هذه السنه هذه مجموعه ديال الاطفال وصلنا لهم كسوه العيد في الجبال وبالضبط في دوار امر زكان اللي كاين في تقريبا قريب لبؤره الزلزال اللي ضرب الحوز في شهر 9. الحمد لله كما تشوفوا هذا الحفل هذا ما كرهناش حتى دوك الناس ديال الدوار يجيو يحضروا، ولكن كاين ظروف ديال النقل وكذا، ولكن الناس ديال مراكش راه تيحضروا معنا هنايا تيحاولوا كنحاولوا نشطوهم، كاين تنشيط، كاين افطار، اهم حاجه في الافطار انهم كاينين الوالدين هنايا، يعني ضروري خاصهم يفطروا معنا، ومنها تكون واحد اللقاء اللي تتشافوا معنا وتنشافوا معهم تنعرفوهم اكثر وتيعرفونا حتى هما اكثر. اش بنقول لكم بهذه الفرحه، ما عرفتش نعبر لكم على الشعور ديالي زعما هذه الجمعيه الخير تفرح لنا وليداتنا، وهذه المبادره الثالثه باش دايره معاهم انايا دابا باش تنستافد من هذه الجمعيه، وجمعيه جد رائعه، وشكرا لهم بزاف. انا تتكتي لي الوليدات، عندي جوج وليدات تتكتيهم ليا، والله يجازيهم بخير بزاف. وزعما ما عرفتش كنعبر على هذا الشعور باش تنحس انا، وشكرا لهم بزاف.